بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني وأجل الحق على لساني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في الحاضرين والحاضرات، أن يبارك في هذا المركز، مركز الرازي للتربية والتعليم والتكوين، وأن يجعله منارة للعلم والهدى والمعرفة. أولا أحمد الله عز وجل وأثني عليه ابتداء حسنا وفقنا لهذا الاجتماع، الاجتماع المعرفة والعلم والبحث، هذا الاجتماع الذي نجتمع فيه حتى نتفقه من سنن التاريخ وندرس دروسا وعبرا من التجربة الإسلامية فيما يتعلق بفقه التعايش. هذا الفقه الذي يعني هذه الكلمة، كلمة الفقه، حينما نقول الفقه هي الفهم والإدراك، كثير من الناس يتبادر إليهم الفقه بالمعنى الفقهي يعني الفروعي، الطهارة والصلاة، لكن الفقه والفهم أي أن نفهم كيف كان المسلمون مطبقين لشريعة ربهم محترمين للمختلفين معهم. فأحمد الله أن وفقنا لذلك، ثم أشكر المشرفين والمسؤولين أن يوفق الجميع ويوفقنا لحسن الإلقاء ويوفقكم لحسن الاستماع. فيما يتعلق بمفهوم التعايش، التعايش في الإسلام، كلمة التعايش كمصطلح لم يكن كحروف وكلمات متداولا ومعروفا قديما، إنما ظهر في هذا القرن كما تعلمون، لما كان الصراع الإيديولوجي وأيضا العسكري والسياسي ما بين المعسكر الشرقي والغربي، المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي بقيادة أمريكا وحلفائها، كان هذا الصراع يعني يتشكل في مجموعة من المحاور ثقافية سياسية عسكرية اجتماعية، ودعا كثير من الناس من العقلاء عقلاء العالم إلى عدم الانحياز كما تعلمون، دول عدم الانحياز، وظهرت مبادرات ودعوات بالدعوة إلى قيم التعايش، التعايش رغم الاختلاف الإيديولوجي ورغم الاختلاف الفكري والثقافي إلى غير ذلك. ولقد يظن الظان والناس، بعض الناس يقولوا ربما نفهموا من هذا الشيء أن التعايش ما كان شيء قبل هذا الصراع الإيديولوجي ما بين أمريكا وروسيا أو الاتحاد السوفيتي. نقول لا، الأمر ليس كذلك، لأن العبرة بالمعاني وليس بالمصطلحات. المصطلحات هي عبارة عن كلمات كتحمل في الداخل ديالها معاني وقيم ومفاهيم كبيرة. فإذا ما كان شيء مفهوم التعايش أو عفوا كلمة التعايش معروفة، لكن معانيها كانت معروفة، كانت معروفة عند الأقدمين. وكلمة التعايش هي مقتبسة ومشتقة من كلمة العيش. بلا ما ندخل في التفاصيل ديال علماء اللغة، فكلهم اتفقوا على أن العيش يراد به الحياة، أي الحياة، العيش الكريم. قال عز وجل وجعلنا لكم فيها معايش، فالعيش من المعيشة وهي الحياة. طيب التعايش، والتعايش يضاف إليه السلمي، التعايش السلمي هذا هو المصطلح المعروف في الكتابات والدراسات والأبحاث. والسلم هو ضد هو البراءة، البراءة من ماذا؟ البراءة من العيب، هو النزاهة من النقص. واضح؟ يقال هذه بضاعة سالمة من العيوب، هذه السلعة سالمة من العيوب، أين ما فيهاش العيوب، نقية نظيفة. طيب ومنه السلم، ومنه السلم والسلم، وهو الإسلام. والإسلام من معانيه الخضوع لله، ومن معانيه الاستسلام لله، وفيه معنى السلام اللي هو ماذا؟ اللي هو الأمن والأمان. واضح؟ هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. هذا الإنسان الذي ابتلي بعنصرية واحتقار الآخر لابد له أن يعي أنه من نسل امرأة ورجل، نفس واحدة امتزجتا آدم وزوجه حواء عليهما السلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما. هنا ستأتي ماذا؟ يأتي الأفراد والجماعات والدول والممالك والأعراق والإثنيات وما شابه ذلك. وجعلناكم شعوبا، الآية الأخرى، وقبائل لتعارفوا. أي من أعظم الأمور اللي خص الشعوب تجتهد لتحقيقها وتحصيلها معنى التعارف. وحينما أقول التعارف المراد به أي أن تتعرف على الآخر بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن لونه، بغض النظر عن أصله ونسبه. التعارف بمعنى التقارب، بمعنى الاستفادة، بمعنى الإفادة. هذه المعاني جاء الإسلام في سياق لم يكن يعرف هذه الكلمات ولا هذه المصطلحات ولا هذه الثقافة. ينبغي أن يدرك الباحث والدارس أن الإسلام كان سباقا لتقرير هذه المعاني التي يحاول بعض أن يزيلها عن الثقافة الإسلامية، وأن يقول للمسلمين نحن من سيعلمكم الحضارة ونحن من سيعلمكم التسامح. أتحدث عن الإسلام كدين بغض النظر عن بعض التطبيقات وبعض ماذا الممارسات التي تخالف الإسلام، لكن الإسلام إذا فهمناه في سياقه الذي جاء فيه لابد أن نعلم أن الإسلام قد ضرب أروع الأمثلة وترك بصمة للبشرية لترسيخ هذه المعاني العظيمة. مدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار وبنى المسجد النبوي، كانت من أعظم الأمور التي قام بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه وضع أسسا للعلاقة السياسية التي تجمعه مع الأقليات والطوائف التي تعيش في مجتمعه. لأن المدينة كما تعلمون يثرب كانت فيها قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج الأنصار، وكان حول المدينة اليهود من بني قريظة وبني النضير وبني المصطلق وغيرها من القبائل اليهودية، مع اليهود. وتعتبر هذه الوثيقة أول وثيقة سياسية في الإسلام، تضمنت أكثر من 40 بند. هذه البنود تكفلت بالعلاقة ديال المسلمين مع الذين يشاركونهم في الوطن والمواطنة، وهذه المعاهدة ضمنت لهم مجموعة من الحقوق بالإضافة إلى الواجبات اللي هي واجبة عليهم. لذلك هذه الوثيقة وكذلك وثيقة أخرى حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني عاهد بها نصارى نجران. نجران هذه في جنوب المملكة في السعودية كانت معروفة بالنصارى، وهؤلاء قد زاروا الحبيب المصطفى في وفد معروف ذكره الله عز وجل في سورة آل عمران. الشاهد أنه في وثيقة ذكر فيها حقوقهم وتكفل فيها عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بماذا؟ بمكتسباتهم إنجاز التعبير المصطلح المعاصر. لا شك ولا ريب أن هذه الأمور خلت الذين جاءوا بعده صلى الله عليه وسلم يسيرون على هذا المنوال. لا شك ولا ريب أن الصحابة الكرام كانوا من أكثر الناس ترسيخا بهذه الفكرة، فكرة التعايش، فكرة. وهذا يبين تقديس الإسلام والمسلمين وتعظيمهم لحرمة الدماء بغض النظر عن الدين واللون والعرق. من قتل معاهدا
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لعلى مسيرة 40 عاما، وفي رواية لعلى مسيرة 100 عام. المعاهد أي الذمي، أي اللي هو تحت ذمة المسلمين، أي أن المسلمين تعاهدوا معه على أن يحفظوا دينه ودمه وعرضه. من ظلم معاهدا، حيث آخر، من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ حقه فإني حجيجه يوم القيامة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم يحاج عن هذا الذم وعن هذا اليهودي أو النصراني، لأنك ماذا؟ ظلمته وإن كنت مسلما. فكيش المحاباة في المسائل؟ لا محاباة فيما يتعلق بالظلم والاعتداء وهضم الحقوق. تجدون هذا في سيرة الخلفاء الراشدين. ورد أن علي رضي الله عنه وأرضاه تخاصم مع يهودي وقال عمر رضي الله عنه كان الخليفة، قال لعلي: قم يا أبا الحسن، قم يا أبا الحسن واقعد بجوار خصمك، قم يا أبا الحسن واقعد بجوار خصمك. فلما انتهت هذه القضية غضب علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال لعمر: غضبت أن قد سويتك مع اليهودي؟ واش غضبتي حيت شدرتك بحال اليهودي؟ قال له: لا، إنما غضبت أن كنيتني، قلت لي يا أبا الحسن. والعرب يعظمون الكنية، لما تقول شي واحد يا أبا فلان كأنك قد شرفته. قال: كنيتني، قلت لي يا أبا الحسن، وخصمي ذكرتيه بسميته ما عيدتش ليه بالكنية ديالو. كان مفروض عليك أنك حتى هو تعيط عليه بالكنية، ولا تعيط علينا بزوج بالسمية، بالكنية. كان العرب يعظمون الكنية، واضح؟ فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن حتى هذه المسائل اللي هي غير الملموسة كان الصحابة الكرام ينتبهون لها. يوصيني على الجار حتى ظننت أنني سأورثه، حتى ظن أن مدى أن الجار غيولي من الورثة ديالي. الجار ماشي من الورثة، لكن المقصود ماذا؟ أن الجار له حرمة وله احترام وإن كان يهوديا، وإن كان ماذا؟ يهوديا أو نصرانيا أو مختلفا عنك في دينك وعقيدتك. باح في الإسلام بطعام أهل الكتاب في قوله تبارك وتعالى: وطعامهم حل لكم. فالطعام الذي ذكي ذكاة شرعية، أتحدث عن المباحات التي أباحها الشرع ولم يحرم الإسلام، فيجوز للمسلمين أن يأكلها وإن كانت طعام أهل الكتاب. فهذا يدل على أن المسلم يأكل من طعام غير المسلم إن كان يعني مذكر، وغير المسلم يأكل من طعام المسلم. فهذا يدل على ماذا؟ على حتى إذا نظرنا لها من جانب ثقافي، تعرف على ثقافة الشعوب وطعام الشعوب وأكلات الشعوب. الإسلام سبق إلى هذا منذ 14 قرنا. إذا تحدثنا عن أهمية التعايش في الإسلام، فاعلموا أن ثمراته وتبعاته الإيجابية أن المسلمين استطاعوا أن يفتحوا البلدان بالقلوب، أو يفتحوا قلوب الناس قبل أن يفتحوا بلدانهم. بمعنى لما كانوا مسلمين في ذاك السياق، سياق الغزوات، أن يعتنقه الإنسان عن قناعة وإرادة واختيار. ولكن السؤال: كيف أسلم أغلب أولئك الناس؟ أقول: رأوا من أخلاق المسلمين التي دعا إلى الإسلام ما شجعهم على الإقبال على الدين. زرافان ووحدانا أقبلوا عليه جماعات وجماعات وجماعات، لأنهم قارنوا السابق باللاحق. الإنسان كيدير مقارنة، كيقارن الماضي
بالحاضر وكيتشوف المستقبل، مستقبله مستقبل أولاده. فلما كيقارن الماضي اللي كان عايش فيه، كان عبد وإن كان حر لكن فقير مذلول، عايش تحت حكم استبدادي، تحت نظام يكون فيه الحاكم هو الإله أو مندوب عن الإله، كان الناس تقاد بالسلاسل، كانت الناس إبان الحروب البونية أو البونيقية، لواحد مجموعة من الحروب كانت بين الحضارة الرومانية اللي كانت في إيطاليا والحضارة القرطاجية لأصلها فينيقي من الشام من سواحل فلسطين ولبنان، وكانوا معروفين بالرحلات ومعروفين بأسطول بحري كبير، واستقروا السواحل ديال المتوسطي واستقروا في تونس، ومن تونس داروا دولة عظيمة جدا هي دولة قرطاجة. الشاهد ماذا؟ أن الأندلس كانت من معاقلهم، وكان من كبارهم هانيبال هو حنبعل اللي كان في إسبانيا، كان من قرطاجنة أصلا من قرطاجة. الشاهد كان تحت الحكم القرطاجي، ومن بعد تحت الحكم الروماني بعد الهزيمة المعروفة ديال الحضارة القرطاجية، وبعد ذلك غط ضعف الدولة الرومانية بسبب القبائل الأوروبية اللي جات من الشمال، قبائل الجرمانية الاسكندنافية، قبائل القوط الفيزيغوت اللي نزلوا من أوروبا الشمالية ومجاو من روسيا أو من يعني أوروبا الشرقية واستقروا في إسبانيا. كان القوط اللي استقروا في إسبانيا هم القوط الغربيين، يعني كان القوط الشرقيين والقوط الغربيين القبائل. المقصود أن إسبانيا في ظل هذا الاختلاف والتنازع والتنوع كانت على الدين المسيحي، وكان منتشر في الأندلس واحد المذهب مسيحي توحيدي، أي ما كانش كيأمنوا بألوهية المسيح، إنما يؤمنون بأن الله واحد وأن المسيح ليس إله ومشي ابن إله. وهذا المذهب يتسمى المذهب الأرياني أو المذهب الأريوسي نسبة إلى رجل دين اسمه أريوس أمازيغي من ليبيا. وهذا الرجل كان من كبار عظماء المذهب المسيحي، وانتشر مذهبه في القبائل الأوروبية، وانتشر حتى في مجموعة من البلدان، حتى أن الحضارة الرومانية نفسها كانوا فيها يعني مجموعة من الملوك اللي كانوا على المذهب الأريوسي، منهم القديس أغسطين معروف وغيرهم معنينا. ومع ذلك في هذا الخليط القوط كانوا هم اللي حاكمين واتسموا بالظلم. القوط كانوا على المذهب الكاثوليكي بالمناسبة، القوط كانوا على المذهب الكاثوليكي، في حين الشعوب اللي كانت في إسبانيا والأندلس كانوا على المذهب الأريوسي، وكانوا فارضين هذا الدين الكاثوليكي على السكان الأصليين، وكانوا متسمين بالظلم والاضطهاد والتجبر والتسلط. كانوا طبقات المجتمع عم الشيب أكثره، وأخمص الرجل في لطف وتقويس. فذكر قال قبيل قرع النصارى للنواقيس. إذن ابن حزم الفقيه العالي كان مولف يسمع النقص تاع النصارى إذا كان شي مسموح في ذاك العمق التاريخي. فالنصارى كانت كنائسهم مسموحة لبنائها، وكان الخليفة سواء عبد الرحمن الداخل رحمه الله أو عبد الرحمن الناصر رحمه الله أو الخليفة الحكم وغيرهم من الخلفاء والأمراء كانوا يتكفلوا بإنفاق على الطلبة الذين يأتون من بلاد إيطاليا ويأتون من فرنسا ومبقاش عندهم النفقة، فكان بيت المال يتكفل بهم لأنهم غيكونوا سفراء للدولة المسلمة في بلدانهم، غينشر الثقافة العربية والمسلمة في بلده، لأن هذا الفرنسي لا الإيطالي لما غادي يجي القرطبة المسلمة. الوزير
ذاك الافتراقي قصد به الوزير اللي هو المدبر للدولة، قد يسمى الوزير الأول، كان معروف مصطلح الحاجب، لكن بعد غيجي مصطلح آخر اللي هو مصطلح الوزير. من أشهرهم كان واحد الوزير معروف يهودي في غرناطة أيام ملوك الطوائف، ابن النغرالة أو ابن النغريلة، هذا كان يهوديا لكنه كان هو الذي تكلف بالدولة. وغاديش ندخلوا في الحكم الشرعي لا يجوز، لكن نتكلم على الثقافة الأندلسية فين وصلت، لأن واحد ماشي مسلم يكون هو أكبر سياسي في ماذا؟ في الدولة في عهد بني باديس، حكم بني باديس ابن النغرالة. التسامح اللي كان في الأندلس بين المسلمين وغير المسلمين كيف مظهر في مجموعة من الأمور. تكلمنا عن الزواج، فقد تزوج المسلمون وتزوجوا مع الأندلسيين تجلينا جيل المولدين. يتجلى أيضا هذا فيما يتعلق بالأعياد والمناسبات، بمعنى كان النصارى يحتفلون بأعيادهم